تنظيم المسيرة الشعبية ضد الفساد والرشوة ونهب المال العام، أتى بعد تقييم وتحليل عميق لمجموعة من المعطيات المرتبطة بواقع الفساد والرشوة والإفلات من العقاب ببلادنا. تعرفون أن تكلفة الفساد ببلادنا هي تكلفة باهظة، بحيث أن هناك تقارير تتحدث على أن الفساد يستهلك 2% من الناتج الوطني الخام. بعبارة أخرى، يفوت 60,000 منصب شغل سنوياً على المغاربة. الأسباب والدواعي التي جعلتنا ننظم المسيرة الشعبية اليوم 14 أكتوبر هو استمرار الفساد ونهب المال العام والإفلات من العقاب، بحيث أن هناك تقارير رسمية صادرة على المجلس الأعلى للحسابات وغيرها من الهيئات الأخرى لا تعرف طريقها إلى القضاء. وحتى إذا عرفت هذه التقارير طريقها إلى القضاء، فإن المتابعات تبقى ضعيفة، والأحكام القضائية الصادرة دون تطلعات المجتمع. كذلك ليست هناك اليوم الحكومة اليوم عاجزة عن تقديم أي بديل، لا على المستوى الاقتصادي وعلى المستوى الاجتماعي، ولا حتى مستوى موضوع محاربة الفساد الذي تغنت به كثيرا وأكدت من خلال برنامجها الحكومي وشعاراتها على أنها جادة في محاربة الفساد ونهب المال العام. إلا أن استمرار الفساد ونهب المال العام هو السمة الأساسية لدى هذه الحكومة، وبالتالي هذه القضية ساهمت في ماذا؟ في تفاوت اجتماعي وتفاوت مجالي، أدت إلى احتقان اجتماعي في العديد من المناطق. وبالتالي لابد اليوم من نقطة نظام من أجل أن نقول كفى من الفساد، كفى من الرشوة، كفى من نهب المال العام. لابد من تخليق الحياة العامة، لأن استمرار الفساد واستمرار نهب المال العام ليس من مصلحة أحد. وبالتالي موضوع المسيرة هي موضوع كل مغاربة، كل مناهضين للفساد ولنهب المال العام. كبير أن معركة الفساد ونهب المال العام لا تنفصل عن النضال من أجل الديمقراطية وبناء دولة الحق والقانون، مترابطين جدليين، لأن هذه معركة الفساد ماشي معركة أخلاقية أو معركة انطباعية، هي معركة مرتبطة بصراع بين قوى محافظة في المجتمع وفي الدولة وبين قوى أخرى في المجتمع تسعى إلى بناء دولة المؤسسات ودولة الحق والقانون. اعتقادي أن مشروع العدل والإحسان في هذا الموضوع غير واضح، وبالتالي موضوع المشكل ليس بالنسبة إلينا، المشكل مطروح بالنسبة لجماعة العدل والإحسان، هي عليها أن توضح مواقفها من هذه القضايا. لما يتضح موقفها من هذه القضايا آنذاك يمكن أن يكون موضوع مطروحا للنقاش. فيما يتعلق بالعدل والإحسان، شرحت على أن أجندة العدل والإحسان ليس من ضمنها محاربة الفساد والرشوة ونهب المال العام. لحدود الساعة العدل والإحسان غير واضحة في مواقفها وفي تعاطيها مع القضايا المجتمعية، مثل موضوع الفساد، مثل موضوع الرشوة، مثل موضوع نهب المال العام، فهي منشغلة في تقديري بأشياء أخرى لا زالت غير واضحة لحدود اليوم. وبالتالي نعتبرها غير معنية، أو هي اعتبرت نفسها غير معنية بهذه القضية، لأن موضوع الفساد له ارتباط جدلي بموضوع الديمقراطية. مناهضة الفساد لا يمكن أن نفصل عن النضال من أجل الديمقراطية، والعدل والإحسان ليس لها تصور واضح فيما يتعلق بمطلب الديمقراطية وبمطلب دولة المؤسسات. هذا الواقع إذا استمر فلا إصلاح ولا قانون في هذا البلد. لذلك هذه المحطة هي محطة لدق ناقوس الخطر. لا أحد من مصلحته أن يستمر هذا الاحتقان ويستمر هذه الأزمة وأن يستمر هذا الواقع ديال الفساد، واقع ديال الرشوة، واقع ديال النهب والاختلاس بتقارير رسمية موثوقة وموثقة، ولكن أصحابها في منأى عن أي محاسبة. ما تنساش تابونا في لاشين وتأكد بالجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاسبريس.